تنفيذا لتوجيهات جلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه في إطار الاستجابة الإنسانية لمواجهة التداعيات والأضرار التي سببها الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا، وقع الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وقع مذكرة تفاهم مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا السيد فيليب لوكليرك. وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة ملك البلاد المعظم على توجيهات جلالته لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، مثملا الدعم الكريم من الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تنفيذ العديد من المبادرات لدعم المتضررين في الزلزال من سوريا في سوريا وتركيا. من جانبه شكر السيد فيليب لوكليرك دعم جلالة ملك البلاد المعظم مثمنا لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدا هذا الأمر ليس بالمستغرب على مملكة البحرين التي كانت ولا زالت سباقة في دعم المنكوبين في دول العالم المختلفة.